طلابي الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير ولقاء جديد من مساق مبادئ المحاسبة المالية 2 أو المحاسبة المالية 2. نلتقي اليوم في فصل جديد ووحدة جديدة، وهي الوحدة الثانية، جرد الحسابات الوهمية أو حسابات المصروفات والإيرادات. طبعا الهدف من دراسة الوحدة تطبيق مبدأ الاستحقاق في تحميل المدة المحاسبية بما يخصها بالمصروفات وما لها من إيرادات، المعالجة المحاسبية المصروفات لكل من المصروفات المدفوعة مقدما، المصروفات المستحقة، الإيرادات المقبوضة مقدما، والإيرادات المستحقة. طبعا في البداية لما احنا درسنا المحاسبة حكينا انه في عندنا 3 انواع من الحسابات. عندنا الحسابات الاسمية، وهي الحسابات التي تخص الاشخاص طبيعيين او معنويين زي احمد، محمد، شركة الاتصالات، شركة جوال. حكينا في الحسابات الحقيقية، تمام، وهي الحسابات التي ترحل ولا من سنة لاخرى ولا تغلق في نهاية العام، تمام، اللي هي زي حسابات الاصول والخصوم وحقوق الملكية. اما النوع الثالث هي الحسابات الوهمية، وهي التي تغلق في نهاية العام ويقصد بها حسابات الإيرادات والمصروفات. وطبعا بغض النظر عن درس اليوم، احنا لما بنيجي نعمل أي حساب، تمام، في ضمن أو في ظل مبدأ الاستحقاق، لو احنا سألنا اللي احنا حكيناه المرة الماضية وبنعيده كمان مرة، وسألنا وقلنا شو هو مبدأ الاستحقاق، حكينا انه مبدأ الاستحقاق هو تحميل السنة المالية بما يخصها. تحميل السنة المالية بما يخصها، وركزوا معي لان هو هذا مفتاح دراستنا، تمام، للمساق محاسبة 2. الجملة هذه، تحميل السنة المالية بما يخصها. انا ساكن في بيت اجار، تمام، اجار الشهري 100 دولار، اذا اجار السنوي 1200 دولار. إذا ما يخص العام، أو أنا بحمل حالي سنويا أو بتحمل سنويا 1200 دولار في حساباتي إن أنا بدفعها أجار لبيتي. أنا كمنشأة أجار المحلات عندي 1500 دينار سنويا. إذا ما يخص العام 1500 دينار هو اللي هحمله للسنة المالية تبعتي، عشان يكون هو تحميل، تمام، السنة المالية بما يخصها. طب هل انا بدفع، او اللي دفعت له مثلا، انا رحت دفعت للراجل بدل 1500 1800، دفعت له 1300، قال لي انا ما بيعنينيش. شوف ايش بيقول لي، شوف مبدا استعقلش، بيقول لك هو تحميل السنه الماليه بما يخصها، سواء دفع او لم يدفع، قبض او لم يقبض، او حصل او لم يحصل. اذا تمام، هان تحميل السنة المالية تبعتي بحملها بالجزء المستحق عليا بما يخص العام. أجاري السنوي 1500، إذا ما يخص العام 1500. طب أنا دفعت 2000، أنا بعترف بس بال 1500، طب والفرق؟ قال لك هذا له معالجة خاصة. طب أنا دفعت 1000، طب أنا المفروض أدفع 1500، دفعت 1000، قال لك برضو بسجل 1500، طب وال 500 اللي ضلت عليا؟ قال لك إلها معالجة خاصة. كذلك الأمر بالنسبة للإيرادات. الإيرادات أنا مفروض إن أنا أحصل مثلا عندي مشروع، مثلا أنا عندي محلات وأنا اللي بأجرها، وبحصل سنويا من صاحب المستأجرين كل واحد، تمام، الأجار السنوي. نفس الشيء، تمام، نفس مصارف المصروفات، ممكن إن هو يديني، تمام، الأجار مظبوط، وممكن إن هو يديني الأجار بزيادة، وممكن يديني الأجار ناقص. عشان هيك قال لي لما بتطبق مبدأ الاستحقاق أو أساس الاستحقاق فيما يتعلق بأي حساب، واللي احنا درسنا اليوم اللي هي المصروفات والإيرادات، قال لي أنت هتكون ضمن 3 احتمالات، تمام. قال لي الاحتمال الأول إنه أنت المبلغ اللي هتحصله أو هتدفعه في الحساب، تمام، هو هيكون معادل للمبلغ اللي بيخص السنة المالية. يعني زي ما قلنا مثلا احنا الأجار السنوي 1500 دينار، تمام، دفعت 1500 دينار، حصلت 1500 دينار، إذا القيمة المستحقة اللي تخص العام مساوية للقيمة التي يجب دفعها،
تمام، او اللي دفعتها فعليا او اللي قبضتها فعليا، تمام، وهان فيش اي مشاكل. طيب وين المشكله؟ قال لك لو كان في اختلاف، قال لك احيانا ممكن يكون المبلغ اللي انت دفعته او حصلته اكبر من المبلغ اللي بيخص الفتره. يعني انا الاجار السنوي 1500، رحت دفعت للراجل 2000، معناها ان انا دفعت اللي بيخص الفتره ومبلغ زياده، الفرق اللي هو 500 دينار او دولار، فهذا المبلغ اللي انا دفعته يطلق عليه اسم مصروف مدفوع مقدم. طيب قال لك او نفترض ان انت صاحب العقار وانت اللي مأجر، واجاك المستأجر وبدل ما يديك 1500 اعطاك 2000، قال لك الفرق بين ال 1500 وال 2500، قال لك هذا ايراد مقبوض مقدما. طبعا كله هنجيله بالتفصيل. الحالة الثالثة ان يكون الرصيد المدفوع او المقبوض اقل من اللي بخص الفترة. يعني انا متفقين ان احنا الايجار السنوي 1500، اجى المستأجر، تمام، او انا كمستأجر رحت دفعت للراجل من ال 1500 1200، معناها ضل عندي 300 ايش مستحق الدفع، ان انا المفروض ادفع في 300، اذا ضل علي مصروف مستحق الدفع. او ان انا المؤجر واجاني الراجل واعطاني 1200 من ال 1500، معناها ضل عندي 300 انا بدي اياها، هذا بنسميه ايراد مستحق القبض. تقلقوش، احنا هنيجي لكل شغله بالتفصيل الممل. هنيجي للحاله الاولى اللي هي المصروفات، هندرس فيها اولا مصروفات مدفوعه مقدما، ومن ثم المصروفات مستحقه الدفع. متى يظهر حساب مصروف مدفوع مقدم؟ قال لي يظهر في حاله اذا كان المبلغ المدفوع، تمام، اكبر من المبلغ اللي بيخص السنة المالية. يعني أنا السنة المالية قلنا الأجار، أنا بدفع أجار سنوي 1500 كمستأجر، رحت أعطيت للراجل أول ما اتفقت معاه على أجار المحل قلت له هي 2000 دينار أجار السنة 1500 اللي أنا رحت عشان أطمعه وعشان أثبت إن أنا أخد المحل، ورحت أعطيته 2000 دينار. إذا أنا دفعت له مبلغ أكبر من المبلغ اللي بيخص السنة المالية اللي هي 1500 دينار، وبالتالي يصبح المبلغ الفرق بينهم اللي هو 2000 ناقص 1500 بيضل عندي 500، هذا جزء يخص السنة القادمة. يعني هذا كأن أنا بقول له هاي 1500 أجار السنة هذه، وهي كمان 500 زيادة للسنة الجاية، تمام. وطبعا احنا متفقين وفق مبدأ الاستحقاق ان احنا بنحمل السنة المالية فقط بما يخصها. طب والباقي؟ قال لي يرحل للفترة التالية، تمام. طيب كيف بنعالج الموضوع؟ قال لك انت لما دفعت، هات ورقة وقلم وركزوا معي، انت لما دفعت قلت من حساب مصروف ايجار الى حساب الصندوق 2000 2000، اذا المصروف اثبته ب 2000. قال لك اول حاجه بدك تعالج المصروفات المدفوعه مقدما. قلت له كيف؟ قال لي بدك تثبتها وتخفض قيمه المصروف. المصروف مدين، انا لما دفعت كان الايجار من حساب مصروف الايجار ب 2000 الى حساب الصندوق 2000. قال لك لا، انت بدك تنزل من مصروف الايجار الفرق ال 500، فصار مصروف الايجار كان مدين، خليته دائن بما يخص الفترة القادمة الفرقية اللي هي 500، وأظهرت حساب جديد اسمه من حساب المصروف المدفوع مقدما. إذا قيد التسوية، هذا بنسميه قيد تسوية. إيش بنسميه؟ قيد تسوية. كل عملية هتمر بعمليتين، قيدين، قيد تسوية وقيد إقفال. إذا القيد الأول بدي أحمل الفترة بما يخصها، فبروح بثبت الفرقية اللي هو مصروفات مدفوعة مقدما، تمام، من حساب المصروف مدفوع مقدما الى حساب المصروف ايجار اعلان كذا حسب، ومن ثم باغلق المصروف. المصروف مدين، لما اغلقه بخليه دائن من حساب ارباح وخسائر، هذا اسمه قيد اقفال، تمام، بما يخص الفتره. اذا قيد التسويه بالفرق، قيد الاقفال بما يخص الفتره. نوضحها اكثر، نيجي للمثال.
قال لي في 1/1 تم تسديد إيجار محلات إحدى الشركات بمبلغ 6000 دينار نقدا عن 3 أعوام. يعني أنا مستأجر لقيت محلات لقطة في نص البلد، رحت لصاحب العقار لقيت صاحب العقار إنسان طماع واستغلالي، وأنا محتاج محلات ومناسبات إلي جدا وموقعها ممتاز تمام وأنا محتاجها تمام. فرحت قلت له بدك تأجر المحلات، قال لي بدك تتأجرها بدك تدفع لي أجار 3 سنين. دفعت له 6000. طب أنا قديش الأجار السنوي؟ 6000 تقسيم 3 2000، معناها إنه أنا المفروض كنت أدفع له بس محاسبيا، أو أنا الإيجار اللي بخص السنة الواحدة بس 2000. رحت دفعت له 6000 ورحت قلت للمحاسب، يا محاسب، قال لي قلت له سجل هينا خدنا محلات أبو فلان اللي في نص البلد ودفعنا له 6000 دينار. راح الراجل كتب من حساب مصروف الإيجار إلى حساب الصندوق 6000 6000. طيب أجينا آخر السنة، طبعا التسويات الجردية متفقين إنها تأتي في نهاية العام بعد إعداد ميزان المراجعة الأول. مش إحنا بنسجل بنرحل بنصنف بنبوب، بنيجي آخر السنة نبدأ نعمل عملية مراجعة للحسابات بشكل سريع عشان نتأكد حساباتنا سليمة، بنعد ميزان المراجعة، بتظهر عندنا المشاكل زي هيك. بتفاجأ مكتوب عندي مصروف إيجار 6000، أجا المحاسب في آخر العام عند ميزان المراجعة لما أعده لقى مصروف الإيجار 6000. طبعا احنا متفقين ان هو تسجيل عمليات من واقع المستندات. واقع المستندات عقد الايجار بيقول ايجار سنوي 2000 دينار. اجى لصاحب الشركه قال له يا صاحب الشركه، قال له اتفضل، قال له ايجار السنوي لمحلات وسط البلد 2000 دينار، احنا دافعين 6000. قال له قال له عشان حساباتنا تكون مظبوطه مفروض بس احنا بنعترف بس بال2000، لان احنا تحميل السنه الماليه بما يخصها اللي هو قديش ما يخص العام 2000. ايوه طيب قديش احنا دافعين زيادة مستحق؟ قلت له احنا دفعنا عن سنتين كمان جايات اللي هو قديش؟ قلت له 4000 6000 مبلغ الاجمالي ناقص منه 2000 اللي بخص العام بيضل عندي قديش؟ 4000 دينار. ركزوا معي. قال له خلص ظبطها يا محاسب هذا شغلك. قال له بس بنعمل قيد تسوية، بنحمل السنة المالية بما يخصها بس 2000 وتحميل باقي المبلغ الفرق اللي هو 4000 للسنة القادمة أو للفترات المالية القادمة. شوفوا معي طلع القيد الأول إيش كان؟ كان من حساب مصروف الإيجار ب 6000، قلت الإيجار هذا لازم يكون 2000. هو عشانه مدين ب 6000 بدي أخليه مدين ب 2000، لازم أنقصه أخليه دائن بقيمة الفرق 4000. عشان هيك ظهر عندي في قيد التسوية شايفين؟ دائن ب 4000، هو كان مدين 6000، لما خليه دائن ب 4000 بضله مدين بس ب 2000 ما يخص العام. طيب هاي طريقة. الطريقة الأخرى قلت لا يا عمي أسهل فأسهل. قال لي قلت له هو قيد التسوية بالفرق. قال لي مظبوط. قلت له إذا أنا دفعت مقدما قديش؟ قلت له 4000. قال من حساب مصروف الإيجار مدفوع مقدم بالفرق 4000 إلى حساب مصروف الإيجار. يعني عندي طريقتين، يا اما بثبت على طول انا عارف انه مصروف مدفوع ايجار مقدما هذا الي حق الي، ما دام حق الي اصل يظهر في الطرف المدين قاعده مدفوع مقدما هذا حق الي، انا دافع مصاري الي بزياده ادي الي تمام، فبروح بسجلها في الطرف المدين وبيظهر مصروف الايجار في الطرف الدائن محاسبيا، انا دافع 6000 مصروف ايجار مدينه، لا انا بدي اخليها 2000 فبخفضها بقيمه الفرق 4000 فبظهرها في قيد التسوية بالفرق 4000 في الطرف الدائن، وبيظهر عندي في الطرف المدين حساب جديد مصروف إيجار مدفوع مقدما بقيمة 4000 دينار. طيب هذا اتفقنا قيد التسوية بالفرق اللي هو الفرق بين ما يخص العام والمبلغ المدفوع الإجمالي. طيب قيد الإقفال، قال لك قيد الإقفال تقفل بما يخص العام تمام. انا عندي مصروف الايجار قديش؟ قلت له 2000 دينار، فبتقفل مصروف مدين بقفله بخليه دائن وبيظهر عندي من حساب ارباح وخسائر الى حساب مصروف الايجار 2000 2000، وهيك بنكون عملنا قيد الاقفال. طبعا هاي توضيحات على الحل. اول حاجة بدي احدد ما يخص العام
تمام، وبعدين اشوف الفرق قديش، والفرق هذا بعمل له قيد تسوية، ومن ثم اقفل بما يخص العام. طلعوا معي هان، هي ظهر عندي حساب مصروف ايجار مدفوع مقدما، هي رصيده 4000، حساب مفتوح هذا يرحل ويظهر في الميزانية. طب مصروف الايجار طلعوا معي، مصروف الايجار حساب وهمي، واحنا اتفقنا الحسابات الوهمية يتم اقفالها في حساب الارباح والخسائر، وبتظهر في نهاية السنة في الحسابات، خلاص تقفل. عشان هيك اطلعوا معي كان الا حساب الصندوق 6000، عملنا له تسوية ب 4000 واقفلنا ب 2000، فصار عندي 6000 6000، يعني حساب هذا مقفل 0 0. اما الميزانية تمام، طلع معي اصول اخرى، ايجار مدفوع مقدم في جانب الاصول 4000، لانه حق لي مش التزام علي. طيب نيجي لمثال اثنين. مثال اثنين ايش بحكي لي؟ في واحد واحد تم دفع مبلغ 3000 دولار قيمة حملة اعلانية نقدا، والمبلغ يخص 3 سنوات. طلعوا معي هان نفس المبلغ او نفس آلية حل المثال السابق، ما يخص العام هو دافع عن 3 سنين. طبعا احنا بنطلع اهم شيء ركزوا على المدة الزمنية هان، لانه قال لك من بداية العام، لانه احنا بنشتغل على 12 شهر، لو صار التاريخ مختلف هان معناها بدي اخذها بعين الاعتبار. التاريخ هذا احيانا بغش الطالب وبيخدعه، فبركز معي قال لي من بداية السنة، يعني لو من نص السنة بدي احمل السنة ب 6 شهور، تمام. لو قال لي من 1/7 او من 30/6 هنجيها لقدام، بس ننتبه للتاريخ. طيب ما يخص العام قال لي 3000 تقسيم 3، يعني انا مفروض بس ادفع عن السنة هذه 1000. اذا انا دافع مقدما جديد، قلت له 3000 ناقص 1000 2000، قال لي اعمل قيد تسوية، قلت له ال 2000 هذه هتظهر في حساب حملة دعائية او مصاريف دعائية واعلان مدفوعة مقدما 2000 الى حساب مصاريف الاعلان 2000. اظهرنا حساب جديد 2000 لنا في الطرف المدين، اذا لنا تمام، وخفضنا قيمة مصاريف الاعلان بقيمة 2000 عشان تصفي على 1000. وبعدين اقفلنا بما يخص العام من حساب ارباح وخسائر الى حساب مصاريف الاعلان 1000 1000. وهي زي ما شفنا التصوير تمام، طلعوا معي اي مدفوعة مقدما ضل الي رصيد 2000، اما مصروف الدعايه والاعلان هو خطا هان، خطا مطبعي تمام، هو مصروف دعايه واعلان تمام. طلعوا معي مقفل رصيد 3000 تمام. مصروف الايجار هو كان دافع 3000، في نهايه السنه اقفل 2000 3000، اذا 0 0. هو هان اساسا القيد، يعني كانه بيقول لك من حساب الصندوق بدل كلمه رصيد، من حساب مصروف الايجار، مش ايجار، مصروف الدعايه والاعلان الى حساب الصندوق مثلا. فتطلع معي 3000 صندوق، وهان ارباح خسائر مدفوعه مقدما، بيطلع قيد او الحساب هان مقفل 0 0، لانه المدين يساوي الدائن. طلع في الميزانيه العموميه هي مصروف اعلان مدفوع مقدما 2000. طيب طلع معي في مثال رقم 3 وركزوا كويس. قال لي في 1/7 تم تسديد مبلغ 5000 دولار مصاريف إيجار مخازن الخاصة بالشركة نقدا، مع العلم أن الإيجار السنوي قديش؟ 1000 تمام. قال لي مطلوب تسجيل القيد اليومية اللازم، يعني لما دفع المصاري سددها في 1/7، سجل القيد اليومية، سجل القيد التسوية والإقفال، وبعدين بيان أثره. أول حاجة لما دفع المصاري قلنا من حساب مصروف الإيجار إلى حساب الصندوق تمام. طيب هان الإيجار السنوي قديش؟ قلت له 1000. قال طيب طب عشان بس ما يكونش في خلاف، هان التاريخ 1/7 خلوه 1/1 عشان هو حله على انه من بداية العام تمام، لان احنا حطينا 1/7 معناها بدنا نحسب نص سنوي، فبدناش نخش في القصة هذه الحين. طيب اعتبروه 1/1. المهم دفع 5000 دينار مصروف ايجار الى حساب الصندوق 5000، اذا هو دفع مقدما قديش؟ قلت له 5000 اللي دفعها ناقص ال 1000 الايجار السنوي، بيطلع دافع 4000 مقدما. اذا على طول ما دام الي
مقدما يبقى إلي، يبقى من حساب مصروف إيجار مدفوع مقدما إلى حساب بخفض قيمة هي مصروف الإيجار مدين، بخفضه بخص الفترات القادمة الـ 4000 خليته إيش؟ دائن. إذا من حساب مصروف الإيجار مدفوع مقدما إلى حساب مصروف الإيجار. طيب، وبعمل قيد إقفال بما يخص العام من حساب أرباح وخسائر إلى حساب مصروف الإيجار مصروف مدين لما أقفله بخلوه دائن، بخليه دائن 1000 1000. تمام، وهي الحسابات زي ما أخذنا بالإيش بالأمثلة السابقة. طيب، مثال رقم 4 بيحكي لي ظهر رصيد مصروف إيجار محلات القدس بميزان المراجعة في نهاية شهر ديسمبر 2009 بقيمة 3600 دينار كمصروف إيجار مدفوع عن محلاتها، علما بأن الإيجار السنوي 3000. لقوا إن هم دافعين 3600، هم المفروض يدفعوا بس قديش؟ 3000. طب هو دافع أكتر ولا أقل؟ قلت له والله دافع أكتر، هو الزلمة دافع 3600، هو المفروض يدفع 3000، معناه إنه دافع زيادة قديش؟ 600 دينار، هدول المفروض الزيادة يرجعوا له. تمام، قال لي اعمل قيد التسويه. قلت له ولا حاجه، 3600 ناقص 3600، اذا 600 هذول ايجار مدفوع مقدما، يعني بخص السنه القادمه. طب ما دام بخص السنه القادمه وانا دافع بزياده، معناها هذا الفرق الي الي، يبقى في الطرف المدين بدي اظهر من حساب مصروف ايجار مدفوع مقدما الى حساب مصروف الايجار بقيمه 600 600، وبقفل بما يخص السنه من حساب ارباح وخسائر الى حساب مصروف الايجار، وخلصنا. وبيظهر عندي بعدها في الميزانية العمومية كله طبعا يقفل، بيضل عندي ميزانية عمومية مبلغ إيجار مدفوع مقدما بيظهر في جانب الأصول تحت بند أرصدة مدينة أخرى. طيب، عندنا قال لي هاي ميزان مراجعة، هيك بتصير فكرة الامتحانات بتيجي غالبا بيجيب لك ميزان مراجعة وبيقول لك ايش اعمل قيود التسوية والاقفال، بس طبعا اكبر من هيك. هاي مديك اول نقطة واول فكرة على المصاريف المدفوعة مقدما في مثال رقم 5. قال لي هاي ميزان مراجعة عندك، هو الراجل كاتب انه دافع. طبعا اللي بيظهر في ميزان المراجعة، ركزوا معي، اللي بيظهر في حساب المراجعة هي المبالغ المدفوعة او المقبوضة فعليا، الارصدة الفعلية اللي دفعت او قبضت. تمام، وبالتالي ببدأ اخد المعلومات اللي تخص العام من ايش؟ من المعلومات اللي موجودة في الاسفل. قال لي هو دافع رواتب 65000 خلال العام و1000 مصروفات صيانة. قال لي اذا علمت انه الشركة فيها 10 موظفين وراتب كل موظف السنوي 5000، يعني معناها انه رواتب الموظفين قديش؟ 5000 في 10 ب 50. طب هو دافع قديش؟ 65. هي واحد اثنين، شوف انا بحلل، انا قاعد بقرا السؤال وبحلل في راسي. قال لي مصروفات الصيانه هذه معمول فيها عقد، يعني الصيانه نظام عقد، عقد سنوي بقديش؟ ب 800. قال لي طب انت قديش دافع؟ 1000. معناها انا دافع 2000 زياده، 200 زياده. طيب ايش المطلوب يا سيدي؟ قال لي اعمل لي التسويه والاقفال وصور الحسابات والاثر والكلام هذا كله. قلت له بسيطه، قلت له قيد التسويه اول حاجه بما يخص الرواتب. قلت له انا عندي الرواتب دافع 65 وانا فعليا المفروض ادفع قديش؟ قلت له 5000 في 10 ب 50، معناها انا دافع زياده 15000. ال 15000 هدول تمام، ايش بدي اسوي فيهم؟ بدي اعمل فيهم قيد تسويه بالفرق اللي هو 15000 الي انا دافعهم زياده، اذا من حساب الرواتب المدفوعه مقدما الى حساب الرواتب 15000. تمام، واقفل بقديش؟ قال لي بما يخص الفتره 50000 من حساب ارباح وخسائر الى حساب الرواتب. اذا تسويه بالفرق، اقفال بما يخص الفتره. نفس الفكره في قيود الصيانه، في عندي فرقيه 200 انا دافعها زياده من حساب مصروف صيانه مدفوع مقدما 200 الى حساب مصروف صيانه 200، وبعدين من حساب أرباح وخسائر إلى حساب مصروف الصيانة. طيب، تصوير الحسابات زي ما انتم شايفين، هي من حساب رواتب مدفوعة مقدما إلى حساب الرواتب، فبيظهر عندي بضل رصيد 1015000
دينار، ظلت رصيد مفتوح ما أغلقش، والرواتب تمام. أما حساب الرواتب اطلعوا معي، هو كان دافع 65 ألف، 50 ألف أغلقوا في حساب أرباح وخسائر، و15 راحوا كذا، يعني 65 مع 65 هذا حساب مقفل. خلاص خلصنا انتهى. مصروفات الصيانة نفس الإشي تقفل تمام. صيانة مدفوعة مقدما ترحل، هيها رصيد إلها 200 هيرحل للميزانية، فهيظهر عندي طبعا إيش، طبعا هي أرباح وخسائر أظهرهم. أنا بهمني الميزانية، هان اطلعوا معي ظهر في أرصدة مدينة أخرى رواتب مدفوعة مقدما 15 في جانب الأصول، وفي جانب كمان الأصول مصروفات مدفوعة صيانة مدفوعة مقدما 200 دينار. طيب نيجي لمثال رقم 6. قال لي في 1/1/2013 تم إبرام عقد إيجار عن 3 سنوات بقيمة 1500 دينار، وتم تسديد المبلغ نقدا في حينه، وأثبتها المحاسب في الدفاتر بجعل مصروف الإيجار مدينة والصندوق دائن. يعني الراجل كأنه بقول لك إنه كتب قيد من حساب مصروف الإيجار إلى حساب الصندوق بقيمة 1500 دينار. قال لي أجا آخر السنة لقوا الإيجار مكتوب 1500. طب يا عمي لا، الإيجار تحميل بما يخص العام بس 500. قال حلنا يا محاسب. أجا المحاسب قالهم يا عمي اللي بخص السنة 500 معناها أنتوا دافعين الزيادة قديش؟ قلت له 1000. قال إذا من حساب مصروف الإيجار مدفوع مقدما إلى حساب مصروف الإيجار 1000. 1000 طيب، هي سوينا التسوية اللي هو خفضنا مصروفات الإيجار بقيمة 1000 وأظهرناها ضمن بند مصروف إيجار مدفوع مقدما إليه في الطرف المدين، وأقفلنا مصروف الإيجار اللي يخص، هذا مش صيانة، هذا إيجار خطأ مطبعي تمام، وأقفلنا المصروف مدين أقفلناه بما يخص العام اللي هو 500 دينار من حساب أرباح وخسائر إلى حساب مصروف اللي هو الإيجار 500 500. طيب قال لي في المثال السابق بافتراض أن المحاسب أثبتها بجعل حساب مصروف الإيجار مدفوع مقدما مدينة والصندوق دائن. يعني لو المحاسب راح كتب قيد، ركزوا معي منيح في النقطة الجوهرية هذه، قال لي على افتراض أن المحاسب بدل ما يكتب من حساب مصروف الإيجار إلى حساب الصندوق 1500، اعتبر هو في الحالة الأولى هذه اعتبر انه ال 1500 إيجار يخص العام لما قال من حساب مصروف الإيجار إلى حساب الصندوق. قال لي على افتراض انه المحاسب راح سجل المبلغ انه بخص السنة القادمة، فراح كتب قيد من حساب مصروف الإيجار مدفوع مقدما إلى حساب الصندوق، يعني اعتبر ال 1500 للسنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها. كيف أنا بدي أعالج الموضوع؟ قال لي انت مصروف الايجار المدفوع مقدما انت دافع مقدما بس 1000 و500 بتخص العام الحالي. قلت له مظبوط هيك المفروض. قال لي يا سيد العزيز بدك تثبت انه في مصروف ايجار بخص السنة الحالية. قلت له برضو مش فاهم. قال لي انا ابسطها. قال يا سيدي على افتراض انه كتب القيد من حساب مصروف ايجار مدفوع مقدما تمام الى حساب الصندوق. قال جيت انت فعلا مدفوع مقدما قديش صار مكتوب؟ قلت له 1500. قال لي طب هو قديش المفروض يكون مدفوع مقدما؟ قلت له بس 1000. قال لي هو مدين ب 1500، انت بدك تخليه مدين بقديش؟ قلت له بس 1000. قال لي معناها بدك تخليه دائن بالفرق 500، عشان هيك ظهر هان القيد بالعكس. قال لي الى حساب مصروف الايجار المدفوع مقدما لانه هو اثبته مدين ب 1500. قلت له لا، هو الي بس 1000 زياده، فراح نقص 500 فخلاه دائن، واظهر مصروف الايجار اللي ما كانش مسجل اللي بيخص الفتره بقيمه 500، واقفل من حساب ارباح وخسائر الى حساب مصروف الايجار 500 500. هيك بنكون انهينا الموضوع الاول اللي هي المصروفات المدفوعه مقدما. يعطيكم العافية، بديش أكتر عليكم أكتر من هيك، وإن شاء الله اللقاء القادم نشرح فيه النقطة الثانية اللي هي المصروفات مستحقة الدفع. أتمنى منكم إنكم تدرسوا كويس،